الصحة تصدر 1,800,000 قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة تتجاوز 9 مليارات جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري. التنمية المحلية تنفذ أكثر من 400 حملة تفتيش خلال عام لمواجهة الفساد بالمحليات. ومنتخب مصر يواجه الدنمارك اليوم في نصف نهائي بطولة العالم للناشئين لكرة اليد. التاسعة بتوقيت غرينتش، 12 ظهرا بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من DMC. أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة والسكان إصدار 1,814,000 قرار علاج على نفقة الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف العبء عن المرضى خاصة غير القادرين. وأوضحت وزارة الصحة أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة بلغ 1,512,000 مواطن بتكلفة إجمالية تناهز 9.5 مليار جنيه. وأوضحت وزارة الصحة أن قرارات العلاج الصادرة شملت تخصصات أمراض الدم والأورام والأنف والأذن والجراحة، إضافة إلى أمراض النساء والعيون والعظام والمسالك والباطنة، إلى جانب الأمراض الجلدية والعصبية. استعرض وزير التنمية المحلية هشام أمنة نتائج الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة خلال العام الماضي. وأوضح وزير التنمية المحلية أن فرق المتابعة بالقطاع نفذت 406 حملات تفتيش مفاجئة ومخططة على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة في 25 محافظة. كما أضاف أن تلك الجهود أسفرت عن إحالة 765 موظفا للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما يتم رصده من مخالفات تستدعي الإحالة للنيابات المختصة والشؤون القانونية. ترأس الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة. وأوضح الجزار أن المجلس اعتمد الحساب الختامي للهيئة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي بإيرادات بلغت نحو 1.3 مليار جنيه وربح قدره 956 مليون جنيه. أشار وزير الإسكان إلى أن المجلس وافق على منح الشركات مهلة لمدة 6 أشهر اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل وحتى نهاية مارس 2024 لسداد التزاماتها المالية من الإعفاء من غرامات التأخير على السداد. عقدت وزارة الإسكان اجتماعا مع ممثل صندوق مصر السيادي لمناقشة بدء تجهيز الدراسات والتصميمات المطلوبة لطرح تنفيذ بعض محطات تحلية المياه بتعاون مع البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وخلال اللقاء تقدم ممثل البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بعرض تقديمي عن خطط بدء الأعمال والمهام المطلوبة، كما تقدم ممثل المكاتب الاستشارية المتخصصة بعرض تقديمي لشرح آلية تقديم تلك الخدمات من الدراسات المبدئية والتفصيلية. وأوضحت وزارة الإسكان أنها تخطط للوصول إلى حوالي 10 ملايين متر مكعب يوميا من المياه المحلاة من خلال تنفيذ محطات الخطة الاستراتيجية للتحلية. حققت مؤشرات الأداء المالي خلال العام المالي الماضي نتائج جيدة رغم الأجواء العالمية غير المواتية التي انعكست في ارتفاع أسعار معظم السلع الاستراتيجية، ونجحت الدولة في خفض العجز إلى 6% من الناتج المحلي رغم زيادة مخصصات مد شبكات الحماية الاجتماعية لاحتواء التداعيات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي. رغم شدة التحديات العالمية الراهنة
حققت مؤشرات الأداء المالي المحققة خلال عام 2022-2023 أداءً جيدًا في ضوء ارتفاع أسعار معظم السلع الاستراتيجية ونقص مستلزمات الإنتاج وزيادة أسعار الوقود والسلع الغذائية بمعدلات كبيرة. وكشف تقرير رسمي صادر عن مجلس الوزراء عن خفض العجز إلى 6% من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، ما يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات. وارتفع معدل الفائض الأولي للناتج المحلي المحقق فعليا في العام المالي الماضي ليصل إلى 164.3 مليار جنيه، رغم زيادة المصروفات بنسبة نمو 18.9%. واستطاعت الحكومة توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة والقطاعات المختلفة، خاصة الأكثر تأثرا بتداعيات الحرب في أوروبا، إضافة إلى الوفاء باحتياجات قطاعي الصحة والتعليم. كما تحملت الخزانة العامة أعباء زيادة تكلفة توفير المنتجات الأساسية في السوق المحلية، خاصة رغيف الخبز والمنتجات البترولية، على ضوء الارتفاع الكبير في أسعار القمح والبترول الخام بالأسواق العالمية. ونجحت وزارة المالية في سداد 191 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، قيمة القسط السنوي للمعاشات ليبلغ دعم المعاشات 701 مليار جنيه في 4 سنوات. وبحسب مجلس الوزراء ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة إلى 230 مليار جنيه مقابل 198 مليار جنيه خلال العام المالي 2022 بنسبة نمو 16%، على النحو الذي يعكس حرص الدولة لإرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين. كما ارتفعت مخصصات باب الدعم والمزايا الاجتماعية إلى 442.8 مليار جنيه بنسبة 29%، فيما زادت مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 22.9%، ودعم المواد البترولية ليصل إلى 116 مليار جنيه، ودعم السلع التموينية إلى 121.8 مليار جنيه. وارتفعت الإيرادات العامة مدفوعة بنمو سنوي وقوي للإيرادات الضريبية، حيث شهدت حصيلة ضرائب الدخل نموا بنسبة 36% والضريبة على السلع والخدمات بنسبة 22.2%، بينما حققت حصيلة الضرائب الجمركية 54.6 مليار جنيه، وارتفعت حصيلة الضرائب العقارية لتحقق 6.2 مليار جنيه. كما بلغت إيرادات قناة السويس التي آلت إلى الخزانة العامة للدولة 124 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي بنهاية يونيو 2023، مقارنة ب 72.5 مليار جنيه في نهاية يونيو 2022. كشفت وزارة التخطيط أن حجم استثمارات المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة خلال العام المالي الحالي بلغ 150 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات في مختلف القطاعات. منذ انطلاقها عام 2019 تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري تحقيق الإنجازات على أرض الواقع لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين خاصة القرى. وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كشفت في أحدث تقرير لها أن حجم استثمارات المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة خلال العام المالي الحالي يبلغ 150 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات في مختلف القطاعات. وأوضحت وزارة التخطيط أنها تستهدف إنشاء 167 محطة معالجة ومد أكثر من 21,000 كيلو متر شبكات صرف صحي، إلى جانب إنشاء 1441 محطة رفع صرف صحي وتوفير خدمات الكهرباء إلى 1466 قرية.
خطة حياة كريمة للعام المالي الحالي تتضمن أيضا إنشاء 323 محطة تنقية مياه للشرب ومد 8500 كيلو متر من شبكات مياه الشرب وتأهيل وتبطين الترع بطول 6330 كيلو متر، إلى جانب إنشاء وتطوير 24 مستشفى مركزي و1100 وحدة صحية و367 وحدة إسعاف. وتعمل وزارة الاتصالات على توصيل الإنترنت فائق السرعة إلى 1468 قرية، فيما تعمل وزارة النقل على تطوير الطرق الرئيسية ومحطات السكك الحديدية ورصف الطرق الداخلية في 1446 قرية. وعلى صعيد المباني الخدمية، تشمل مشروعات حياة كريمة خلال العام المالي الحالي إنشاء 332 مجمعاً حكومياً و324 منشأة تضامن و83 مركز شباب، فضلاً عن 15330 فصل وصيانة 1303 من المدارس، كما يتم تغطية خدمات الغاز الطبيعي في 926 قرية وإنشاء 330 مركز خدمة زراعية و128 نقطة إطفاء و127 سوقا تجارية و97 موقف سيارات و231 نقطة شرطة. وعن المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، كشفت وزارة التخطيط أنها تستهدف 52 مركزاً بإجمالي 1600 قرية، ويصل عدد السكان المستفيدين إلى 21 مليون نسمة باستثمارات تتجاوز 30 مليار جنيه. وتشمل مستهدفات المرحلة الثانية لحياة كريمة خلال العام الجاري إنشاء وتطوير 66 مستشفى وتنفيذ 4 مشروعات طرق رئيسية، فيما تبلغ أطوال الترع المستهدف تأهيلها وتبطينها 1741 كيلومتر. ويبلغ عدد مشروعات الصرف الصحي المستهدفة خلال المرحلة الثانية لحياة كريمة 510 مشروعات، إلى جانب إنشاء وتطوير 86 محطة معالجة و110 مشروعات مياه شرب و90 محطة مياه وإنشاء 3000 فصل و48 معهدا أزهريا. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن عقد مؤتمر صحفي الاثنين المقبل لإعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد. وقالت وزارة التعليم العالي إن موقع التنسيق الإلكتروني يواصل واستقبال طلبات طلاب شهادات المعادلة العربية والأجنبية الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، مؤكدة أن عقد الاختبارات لطلاب الشهادات المعادلة سيتم من الأماكن والمواعيد المحددة على الموقع الإلكتروني. افتتحت وزارة الأوقاف 9 مساجد جديدة في محافظات القليوبية والبحيرة والشرقية والمنيا والسوهاج وأسوان ضمن خطة الدولة لعمارة بيوت الله. وقالت وزارة الأوقاف إن إجمالي ما تم افتتاحه من مساجد جديدة ومطورة منذ يناير الماضي وحتى الآن بلغ 60 مسجدا، منها 50 مسجدا جديدا و10 مساجد صيانة وتطويرا، مؤكدة استمرار تنفيذ خطة الدولة لعمارة بيوت الله والتي تحظى بدعم ورعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي. يسود البلاد اليوم طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا. وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن طقس اليوم يشهد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة. وحذرت هيئة الأرصاد من ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط من 1.5 متر إلى 2.5 متر. المزيد من المتابعة والتفاصيل حول أحوال الطقس تنضم إلينا الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. بعد التحية دكتورة منار، يعني نشهد تحسن نسبي في حالة الطقس ودرجات الحرارة منذ الأمس، ماذا عن طقس اليوم والغد على مختلف محافظات الجمهورية؟
اهلا بيكي يا استاذه دينا، واهلا بكل الساده المشاهدين. بالفعل في تحسن في الاحوال الجويه في كافه محافظات الجمهوريه، انخفاض في درجات الحراره، تعتبر درجات الحراره حول المعدلات او كمان اقل من المعدلات الطبيعيه لمثل هذا الوقت من العام بسبب تاثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وايضا كتل هوائيه معظمها قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط مع امتداد مرتفع جوي على سطح الارض مرتفع العروض الوسطى. العوامل دي بتؤدي ل تحسن وانخفاض في درجات الحرارة عظمى على القاهرة الكبرى اليوم في ظل 33 درجة مئوية، السواحل الشمالية 30 درجة مئوية، حتى محافظات شمال الصعيد هتكون 36 درجة مئوية. كافة المحافظات بتشهد انخفاض في درجات الحرارة فترة النهار وأيضا فترات الليل. فترات النهار بيكون فيها أجواء حارة رطبة لأن لسه في نسب رطوبة في الجو بتخلينا نحس إن الأجواء حارة رطبة فترة النهار في معظم المحافظات وخاصة المحافظات الشمالية شديدة الحرارة في المناطق الجنوبية. مع فترات الليل وغياب أشعة الشمس بيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، بنحس بيه كمان أكتر ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر. أجواء معتدلة تماما في معظم أنحاء الجمهورية مع نسمات هواء لطيفة مع وجود نشاط للرياح سرعته ما بين 30-35 كيلو متر على الساعة. نشاط رياح بيساعد بشكل كبير على عدم إحساسنا بنسب الرطوبة وكمان بيخلينا نحس بانخفاض درجات الحرارة فترات المساء وساعات الليل. اليوم نشاط رياح قد يكون مثير لبعض الرمال والأتربة في أقصى جنوب البلاد عند أسوان وأبو سمبل، المناطق دي معرضة لبعض الأتربة والرمال المثارة. بالإضافة كمان ننوه على اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس. خليج السويس فيه سرعات رياح بتتجاوز 70 كيلو متر على الساعة، فده بدوره بيؤدي اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع أمواج ما بين 2.5 إلى 4 متر. ارتفاع أمواج أيضا على شواطئ البحر المتوسط وخاصة في العالمين والأسكندرية بلطيم دمياط بورسعيد، ارتفاع الأمواج ما بين 1.5 إلى 2.5 متر. المناطق دي لازم نحذر كل السادة المصطفين على الشاطئ، لازم نتوخى الحذر وعدم التعمق داخل البحر المتوسط. يمكن الأجواء اللي فيها تحسن في الأحوال الجوية متوقع إن شاء الله إن هي تكمل معانا على مدار الأسبوع المقبل، وهيكون متوسط درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى في ظل 34 درجة مئوية. مهم جدا بس ناخد بالنا من التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة بقدر الإمكان، لو إحنا موجودين في الشارع يكون معانا غطاء للرأس شمسية أو كاب أي شيء يحميني من أشعة الشمس المباشرة. طيب دكتورة منار، يعني هل يعني ذلك أن الموجة الحارة التي استمرت على مدار أسابيع ماضية هل يمكن القول أنها انتهت، أم يعني ربما نشهد ارتفاع جديد خلال هذا الشهر لدرجات الحرارة؟ هي طبعا حصل لها انكسار وبدات درجات الحراره يعني ترجع للمعدلات او اقل من المعدلات، وتعتبر دي اجواء صيفيه معتدله، لكن وارد تكرار موجات ارتفاع في درجات الحراره ويكون فيها ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره بشكل كبير حتى انتهاء شهر 8، بس مدتها هتبقى مده قصيره، يعني المده بتاعتها هتبقى حوالي يومين ثلاثه بالكثير يحصل فيهم ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره، ومره اخرى درجات الحراره تعود للمعدلات، فوارد بالفعل تكرار ارتفاعات درجات الحراره خلال الايام المقبله حتى انتهاء شهر 8. بشكرك شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. تتواصل فعاليات مهرجان العلمين الترفيهي والذي بدأت أولى فعالياته يوم 13 من يوليو الماضي، ويستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. المزيد من التفاصيل رصدتها لنا من مدينة العلمين الزميلة سالي طراد مراسلة دي أم سي. صباح الخير مشاهدينا، من يوم جديد وفعاليات جديدة من مهرجان العالم عالمين، المهرجان الأكبر والأضخم في الشرق الأوسط والمقام في مدينة العالمين الجديدة، واللي بيشهد فعاليات متنوعة ومختلفة في كافة المجالات سواء الرياضي أو الترفيهي أو التثقيفي وكمان الحفلات الفنية والغنائية. النهاردة يوم حافل بالفعاليات، بنشهد الفعالية الرياضية الأولى واللي هي ليتس تراي، واللي بالفعل بدأت من السادسة صباحا ومستمرة لساعة واحدة ظهرا. المسابقة بتضم ثلاث مسابقات الحقيقة، يعني بيكون فيها مجهود مضاعف، هما مسابقة الركض وركوب الدراجات وكمان السباحة. كمان بالليل عندنا حفلة استثنائية، حفلة مميزة للفنان رضا البحراوي والفنان مسلم وكمان فرقة مسار إجباري. الحفل بيقام في منطقة الأرينا، كمان هو مقابل
الممشى السياحي في مدينة الإعلاميين الجديدة، ومتوقع حضور جماهيري ضخم لهذا الحفل. أما زي ما احنا متعودين فمجرد يعني التمشية على هذا الممشى السياحي يعني في وقت الغروب كده فهو يعني خروجة بيعتبر هنا لأهل الإعلاميين الجديدة، لأن في فعاليات كتير طول الوقت بالمجان، منهم المسرح الشعبي اللي بيضم فعاليات وفرق شعبية بيتفاعل معها الجمهور بشكل كبير جدا، وفقرات من السحر والسيرك كمان. وعندنا هنا في نافورة مقامة على مساحة كبيرة جدا بتكنولوجيا، يعني الحقيقة هي من دبي، يعني نافورة راقصة بترقص على نغمات أم كلثوم، وكمان فيها إضاءة جميلة، منظر جميل جدا. الناس بتتجمع عندها بالليل عشان تتصور وتاخد يعني صور وتذكار جنب هذه النافورة. امبارح الحقيقة كان عندنا حفل مميز، حفل راقي وجميل للموسيقار عمر خيرت، واللي شهد إقبال كبير جدا، لأن القاعة أو الخيمة الذكية اللي كان مقام فيها الحفل كانت ممتلئة، وكان التذاكر كانت سولد أوت، كان الجمهور يعني مستمتع بهذا العزف، هذا يعني السحر الفني اللي بيسمعوه، كانوا بيتفاعلوا مع الموسيقار عمر خيرت وخرجوا مبسوطين من الحفل ويعني بردود أفعال سعيدة جدا. وكمان كان عندنا حفل في منطقة الأرينا للفنان بهاء سلطان والفنانة كارول سماحة، وشهد إقبال كبير. يعني دايما متوقع أن في أيام نهاية الأسبوع مدينة العالمين الجديدة بتشهد إقبال مضاعف أو أكثر كمان، يعني إحنا لسه ما وصلناش لنهاية المهرجان، ولكن الإقبال كل مدى في تزايد وكل مدى في يعني امتلاء، والحفلات بتكون ممتلئة أو سولد أوت للتذاكر وكمان الفعاليات الرياضية. أما بالنسبة للفاشن شو، يعني عندنا كمان تنوع في الفعاليات. الفاشن شو للمصمم الأزياء العالمي مايكل سينكو كان كمان امبارح كان عرض أزياء يعني غاية في الجمال، كان مستوحى من الحضارة المصرية، وكان كمان بيحيي الحفل بعد هذا عرض الأزياء كان الفنان رامي عياش. طبعا الجمهور كان سعيد ويعني لقى يعني ردود أفعال ممتازة على هذه التصميمات وهذا العرض اللي كان بيبدو بصورة جميلة جدا، كانت بتجذب كل الناس. كان في مشاهير كتير من مصر ومن بره مصر حضروا هذا الحفل. دي كانت أبرز الفعاليات اللي هتشهدها مدينة العالمين الجديدة النهاردة، وكمان يعني نظرة سريعة على فعاليات الأمس. والآن عودة إلى الأستوديو مرة أخرى. شكرا لزميلة سالي تراد مراسلة دي أم سي من مدينة العالمين الجديدة. أعلن رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة زابوريجيا الأوكرانية مقتل شخص وإصابة 16 في هجوم على فندق في مدينة زابوريجيا شرقي البلاد. وأضاف المسؤول الأوكراني أن من بين المصابين 4 أطفال، إحداهم فتاة تبلغ من العمر 3 سنوات. وتشهد الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في استهداف روسيا لمنطقة زابوريجيا في الجنوب، والتي تضم أكبر محطة للطاقة النووية في أوكرانيا. يلتقي منتخب مصر الليلة نظيره الدنماركي في الدور نصف النهائي لبطولة العالم لكرة اليد للناشئين والمقامة في كرواتيا. وكان منتخب مصر فاز أمس على منتخب جزر الفارو بنتيجة 38-34 في الدور ربع النهائي، بعد مباراة مثيرة أدرك خلالها الفراعنة التعادل في الثواني الأخيرة من المباراة ليحتكم الفريقان للوقت الإضافي، بينما فاز منتخب الدنمارك على البرتغال بنتيجة 35-25. تنطلق الليلة منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحل مانشستر سيتي حامل اللقب ضيفا ثقيلا على بيرنلي الصاعد حديثا إلى دوري الممتاز. ويدخل السيتي اللقاء بعد خسارة لقب كأس الدرع الخيرية أمام نظيره أرسنال بركلات الترجيح الأحد الماضي على ملعب ويمبلي.
كما تفتتح اليوم منافسة الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث يستضيف الميريا فريق رايو فايكانو، بينما يحل فالنسيا ضيفا على إشبيليا على ملعب ريمون سانشيز. وخلال المباراة الافتتاحية لبطولة الليغا، يسعى الميريا صاحب الأرض والجمهور لتحقيق بداية قوية والحصول على النقاط الثلاثة، بعدما أنهى الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة على بلد الوليد الذي هبط للدرجة الأدنى. إلى هنا مشاهدينا الكرام نختتم هذه النشرة الإخبارية من دي أم سي، شكرا جزيلا للمتابعة وإلى اللقاء.